تذكر كلما صليت ليلا ملايينا تلوك الصفر خبزا. تذكر تذكر أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لأنه واقعنا بيفرض علينا نكون سوا لحتى نلامس قلوب ناس بنحبها، بنجول بكافة أنحاء الوطن بهدية محبة لحتى تجمعنا المحبة برمضان وعلى مدار العام. كل عام وأنتم بألف خير، وبداية حلقاتنا من حلقات برنامج هدية محبة رح بنكون معكم من مخيم بلاطة في محافظة نابلس. أنا الآن عمري 82 عام، بقولوا أنا عمري 10 سنين أصبت بمرض في عيني في يافا قبل ما يبدو إسرائيل سنة 48. كان عمري 10 سنوات أصبت بمرض اسمه الرمد الربيعي، وهذا الرمد الربيعي بخلي الجفون دائما يحك الإنسان لأنه حساسية. أنا بعاني من عدة أمراض في جسمي، أولا أهم شيء عيني. وأنا أتعالج في المستشفيات قالوا لي في مستشفى نيرانفيديا إنه عينك فيها جراثيم فبدها خلع، خلعوا عيني قطعوها ورموها عين الشمال. رحت لوزير الصحة حولني على مستشفى جامعة النجاح، زرعوا لي قرنية في عين الثاني وصرت أشوف، وأنا بحاجة إلى مبلغ من المال حوالي 400-500 شيكل شهريا، والتقرير قراتي إنتي انه باستمرار استعمل هذا الدواء لحسن القرنيه تخرب اللي في عيني، لانه القرنيه بيجيبوها من شخص ثاني وممكن تفشل زي ما بزرعوا قرنيه للانسان وبتفشل. فاذا فشلت القرنيه بقيموا عين الثاني، وهذيك ما فيش الا عين في الشمال، ببطل اشوف بصير عاجز بصير ضرير. الله اعلم كيف عشناها، الله اعلم كيف قضيناها وكيف عملناها وكيف ربينا اولادنا، لأنه كان تعبان ومريض وأشياء عنده أشياء كثير. الدخل عندنا الحمد لله رب العالمين، الواحد بصبر والصبر منيح. فالمرض اتوغل في عيني لأنه لما هربنا ما كانش معنا مصاري نوكل، صرنا لاجئين، فتوسع المرض في عيني، والكثر ما بحك عيني بدي القرنيات اللي في عيني أخذوا شكل ثاني، فبس نظري ضعف وبطلت اشوف منيح. اول اشي اجري هشاشة عظام، ثاني اشي ضغط، ثالث اشي عندي قرنية، عندي كمان انحراف بالعمود الفقري، وعندي ايوراج بالعمود الفقري كمان، وعندي حساسية في الاوتار الصوتية، وعندي دني. بقول لهم إن شاء الله بعيشوا بخير ومناح، والله ما يحرمهم من السعادة والهنا، وكل عام وهم بخير، وإن شاء الله العيد الجاي
وإحنا بفلسطين ومتحررين من اليهود كلها. نفسي أروح على المسجد الأقصى شهوة من الله، ما بقدر أروح لحالي. ونفسي بزيارة النبي، بعدين الله ياخذ ودعته. أبو ناصر، إحنا من تلفزيون فلسطين حابين نقدم لك الهدية، ويعني هذا أقل واجب ممكن نقدمه، لحتى نحن أكيد بنحبكم وما إجينا من رام الله لنابلس إلا لأننا بنحبكم وبنبقى أهل أكيد بالنهاية. وكل عام وأنتم بألف ألف خير يا ربي.